منطقة خويا الهراوين منطقة سوداء، ما فيها ما يتشاف. كاينين واحد الناس زوينين وكاين دوك الناس الخايبين، كترين هذوك الناس الزوينين، وهذا الشيء اللي كاين اخويا. بحال شنو اللي فيها، شنو اللي فيها خير؟ اللي فيها شنو اللي خايب، خلات عيشة خايبة؟ الحاجة اللي فيها بزاف د الحوايج، ما فيها لا ألعاب للدراري الصغار، ما فيها حتى شي حاجة، ما فيها. فهاتا كتشوفها بحال الشجرة هذا، ما عندنا ما نديرو به حنا وديروا له هنا، كيخلع مع الخمسة ديالنا ما تقدرش تخرج من هنا، كاين حتى ناس ما كيبغيو بغاوش مثلا يحيدوا. القرقوبية، حشيش كشكي. الشراك وش الشراب من تحت من القنطرة، من تحت من القنطرة كاين الحشيش، كاين الفانيد، كاين الزيوت، كلشي كاين. من تحت من القنطرة من هنا ما كاينش هادشي. هذا الواقع ديال الطفل. هاد الواقع اخويا تأسفنا له، والله ما عرفناه كيفاش داير، حيتاش الناس مدراوش واحد صغري وصم ما كيعرفهم حتى شي واحد، شلوح كي بقى جارين شي خارج، كيفاش وقع عليهم مساكن هذا الموضوع، الله الله اعلم. وباقي ما عرفناش حنا السبب اخويا، لحد الان حنا كنسكنوا هنا ما عرفنا السبب شنو. شي ناس كيقولوا معاك عارف ملي كيوقع هادشي، قال لك دراري صغار عندهم 7 سنين وما يدفعوا، ما يمكنش دراري صغار غيدفعوا، واش يمكنش دراري يدفعوا؟ حتى ديك البلاصه ديك الضايه ما محمياش، ما كاينش شي حاجه زعما مسكور فيها زعما حاميه باش وراه هذيك الضايه مسكور طياش. هذا الراوده هذه الشايره بغينا يديروا لنا حي يدوروا عليه على حساب الحرمه، راه محرم هذه. ولا شحال من حاجه، كاين واحد الضايه اللي غرقوا فيها شي 3 ولا 4 كاينه ملي كتعمر في الشاك يعوموا في الدائري كيهودوا. هادشي راه ما نقولش لك اخويا، ولكن الضايه اللي غرق فيها عمرها راه غارقه بزاف، 400 متر و300 متر في شهر مره راه شي ساق. ولكن اللي المشكل هو كان في المشروع في السوق، اش فين وصلت تما، هذيك هي المشكل اللي باقا دنا وقال لي راسي كيفاش وصلت تما. ولو 3 سنين ما يمشيش بوحدو، ما عمره غيمشي بوحدو 3 سنين، راه ما غيمشيش تما عند الطانوبيل ما غيمشيش فعلا. يعني هنا المنطقه ديال الهراويين كتعاني، كتعاني من اي حاجه، كتعاني من اي حاجه، كتعاني منا اخويا روضه الصور. يعني المشكل ديال واحد التيران، التيران هنا تيران تيران حدائق وحتى حاجه ما كاينه، كيقولوا لنا راه كاين 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 حتى شي حاجه ما شفناها هاد الساعه. بالنسبه للاجرام اللي عندكم في الاجرام ضروري، الاجرام الاجرام ضروري، الاجرام اكثر ما تقول شي هذا حال العشوائي، حقاش قال العشوائي يجمع فيه كله اجرام. يعني من 2011 كيوعدكم بالسيف باقينا الساعه الحمد لله، باقي بالسيف بالتحش من القنطره، حنا باقينا الساعه ما كاين حتى شي حاجه، لكن اللي داروا احنا معاهم. وكيفاش عايشين الوضع المزري كامل ومازال عايشين فيه؟ يعني كوبي كاين الحشيش كاين الاجرام كيف قلتي، كاين بزاف د الحوايج ما متوفرينش هنا، ما كايناش خدمه ومازال عايشين. واش ما كاينش البديل؟ كاين البديل، لكن البديل راه ما كرهتش من دابا انا، صيفطوني لطنطا نمشي نسكن فيها، صيفطوني للصحراء نمشي نسكن فيها، ولكن البديل ما كاينش. حتى كاين اخبار حتى الارض كانوا عندكم اراضي ودوهم ليكم، مجموعه من الناس في الهراوي كانوا عندهم اراضي. عندنا هنايا هادشي ما الساعه ما كاين من تحت، حقاش باقا دابا من بدري من تحت باقا ما وصلوا عندنا بلاصة وصلوا للمطران، هما اللي غاديين معاهم دابا في داك الشيء فعلا. يعني شنو الكلمه اللي تقدم للعائله ديال عمران؟ هي اللي الله يعطيهم الصبر، الله يفاجئ عليهم والله يعطيهم الصبر، ويلقاو في الجنه ان شاء الله هذاك الدري. وخاص حلول، وخاص حلول، وحلول، وخاص يشوفوا من حاله الناس ويعرفوا كيفاش هادشي ويتساعدوا معاهم، عقاش هما في حاله ما يقولش لك حاله لا يوجد لها، الله لا الله اللي عندهم ورا الله غيوقف معاهم. والرساله للمسؤولين ديال الهراويين الله يديروها دوريات على حساب الشعب، كاع الدراري صغار وعند العيالات سارق راه ولا شنو. راه شنو نقول لك اخويا، راه بزاف بنادم ما عندوش كيدوخ كاش خرقه كيدوخ شبالي دريه دايزه من المعمل ما عندهاش التليفون ديال 4000 كيحيدو كيضربو كيمشي، وشكون معاه فين غاشد هادشي اللي داير الظلمه الشجار وهادشي تخبى كيمشي ما تعرفش شكون يدير هادشي. وهادشي اللي كاين اخويا والله قلت الشاوي ديال الخير. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.